الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري، أيضا كمان موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. كمان دكتور مصطفى مدبولي تابع امبارح مشروع تطور وموقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وقال إن هذا المشروع بيعتبر أو ينفذ في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين وتعظيم مقاومتها السياحية وما تتميز به من طابع أثري وديني وبيئي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وأيضاً موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. خلال الاجتماع قدم وزير الصحة عرض تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة اللي بيصل عددها 1115 وحدة ومركز، منها 930 وحدة و185 مركز، ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف لـ 88%. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال اللي بيتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم تمهيداً لافتتاحه قريباً، لافتاً إلى أن هذا المشروع اللي بيأتي في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة تعظيماً لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة إليها بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتمت مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة ودعم خدمات الصحفيين. وقال مدبولي هناك الكثير من التغيرات والتحديات التي تفرض نفسها حالياً على مهنة الصحافة ونحن نقدر ذلك، ومن ثم نعمل على توفير الدعم للصحفيين، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون هناك تطوير مستمر من رجال المهنة أنفسهم لكي يتواكبوا مع ما يحدث من متغيرات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود اللي بتنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية وبيستمر لعدة أيام. وفي ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة بتقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتال الدائم، موضحاً أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها لتعظيم الاستفادة منها بالإمكانيات المتاحة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة البقهلية. تم افتتاح ممشى أهل السنبلاوين الجديد، وفي أسوان تم الانتهاء من 13 مشروع ضمن حياة كريمة في حجازة. أما في المنيا فتم تقديم خدمات علاجية لأكثر من 7000 مواطن على نفقة الدولة، وفي الشرقية تم تقديم 9509 طلب لاستخراج شهادات بيانات للتصالح في مخالفات البناء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية تم افتتاح ممشى أهل السنبلاوين الجديد اللي أقيم على ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها وتجميلها بطول 1 كيلو، وده ضمن جهود المحافظة لتحسين الصورة البصرية وخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين.
فأسيوط أعلنت المحافظة عن الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة، واللي بيبلغ حجمها 174,757 فدان، وبلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد 153,000 طن، مع انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم. فأسوان أعلنت وحدة حياة كريمة أنه تم الانتهاء من 13 مشروع بقرية حجازة التابعة لمركز كومومبو، واللي بيستفيد منها 30,000 نسمة داخل 11 تابع، وبتضم مشروعات المجمع الخدمي والزراعي وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، بالإضافة لمشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب وتنفيذ 4 كباري على الترع. في المنيا أعلنت المحافظة أن مديرية الصحة قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة ل 7510 مواطن خلال شهر إبريل الماضي بتكلفة بلغت 19,063,000 جنيه، وده في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع. في البحيرة أكدت مديرية الطب البيطري أن جهود المديرية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحصين 59,140 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وتم إصدار 345 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية. في الشرقية استقبلت المراكز التكنولوجية 9509 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات التصالح على مخالفات البناء للاستفادة من قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء، وحيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة. في قنا نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية شاملة بنجع حمادي، وقام الأطباء المشاركين بالقافلة الطبية بمناظرة 1021 حالة وصرف العلاج مجاناً، كما قام متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج. في الإسكندرية شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لبناء الإسكندرية تزايد كبير بواقع 26.4% خلال شهر إبريل مقارنة بالشهر المثيل من العام الماضي، وتم تداول 2 مليون طن تقريباً خلال إبريل الماضي مقابل 1.6 مليون طن خلال شهر إبريل من العام السابق.